بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله، معالي السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الموقر، أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي الوزراء المحترمين، الضيوف الكرام، الخريجون والخريجات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أرحب بكم في هذه المناسبة السعيدة التي تقام احتفاء بتخريج دفعة جديدة من خريجي جامعة الكويت المتفوقين ومستحقي درجتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 2016-2017، وهذه الدفعة تهديها الجامعة إلى المجتمع لينضموا إلى مسيرة العمل لخدمة وطنهم وأمتهم، وفي ذلك تدويج للعمل الكبير الذي ما زالت الجامعة تنهض به منذ نشأتها، إعلاء لشأن العلم والعلماء وتقديرا للجهود الصادقة التي بذلت وأتت ثمارها نخبة متميزة من أبنائنا وبناتنا. نعلق عليهم الآمال ونرجوهم للغد المشرق، عقولا مبتكرة للتفكير وعزاء ماضية للبناء ونماذج مشرقة للاقتداء، وأنه لشرف لنا جميعا أن نرى من سموكم هذه الرعاية الكريمة للجامعة وأبنائها، وفي ذلك دلالة على ما يكنه قلبكم الكبير من حب لأبناء هذا الوطن وحرص على مستقبلهم، كما أنه حافز كبير لهم على التمسك بروح الأسرة الواحدة والتفاني في خدمة الوطن الذي يقدم لأبنائه بتوجيه من سموكم ما يكفل لهم الحياة السعيدة والعيش الآمن. حضرة صاحب السمو، لقد كان لقيادتكم الحكيمة موقع الصدارة في التأثير في حياة هذه الجامعة ونموها وازدهارها، فقد أوليتموها عظيم اهتمامكم وطيب مشورتكم وسديد توجيهاتكم، وفتحتم لأهلها من هيئة تدريسية وطلبة صدركم العامر بحب الله والوطن والناس أجمعين. وإذ كنا اليوم نقف موقف الشاكر لله على ما أفاء به علينا من نعمة الأمن والأمان والحرية والرخاء، فإن واجب الوفاء يقتضينا أن نتوجه إلى مقام سموكم بالشكر والعرفان والتقدير لما حظيت به الجامعة من دعم ومساندة من سموكم، إقرارا بالفضل لأهل الفضل وللدعم اللامحدود من سموكم لمسيرة جامعة الكويت. هذا الصرح العلمي الشامخ الذي يتوج هامة التعليم في بلادنا ويحمي نهضتها ويقيها عوامل التخلف والجمود. أيها الحفل الكريم، إن من أهم أهداف الجامعة إعداد وتهيئة القيادات في شتى القطاعات العلمية والمهنية في المجتمع، ومتابعة التقدم العلمي في مختلف فروع المعرفة، والإسهام في هذا التقدم عن طريق البحث العلمي لحل مشكلات المجتمع في مختلف قطاعاته، والإسهام في تنميته اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. إنما أنجزته الجامعة إنما هو حصاد جهود كريمة مشتركة للأسرة الواحدة المتعاونة، وهي تنهض بأعمالها وأداء رسالتها السامية في إخلاص وتفاني. وما قدمته الجامعة من أعمال وإنجازات هامة في المجالات العلمية والبحثية والمجتمعية إنما هو مساهمة في تقدم بلدنا تقدما يواكب متطلبات عصرنا، عصر الحضارة القائمة على العلم والمعرفة. حضرة صاحب السمو، اسمحوا لي أن أتوجه بحديثي إلى أبنائنا من الخريجين والخريجات لأتقدم لهم بأسمى آيات التهاني والتبريكات على ما حققوه من نجاح، ولأبارك لهم تفوقهم، ولتذكيرهم بالنعمة الكبرى التي أسبقها الله عليهم بالانتماء إلى هذا البلد الأصيل الذي تطبع بالقيم الإسلامية الرفيعة والمثل العربية الكريمة، وأن الله قد من علينا من خيره وبره. ولذكرهم بحق الكويت عليهم، الكويت التي لم تبخل يوما على أبنائها، وقد حان الوقت لخدمتها والتفاني في العمل من أجل رفعتها وصون وحدتها. فالكويت هي الوجود الدائم ونحن الوجود العابر، وخدمتها أشرف عمل وأسمى غاية. حضرة صاحب السمو، لا يسعني في نهاية حديثي إلا أن أتقدم إلى سموكم بعظيم الشكر والتقدير والامتنان لرعايتكم الكريمة لحفل تخريج أبنائكم، وأدعو الله العلي القدير أن يحفظكم للكويت ذخرا، وأن يحفظ الكويت عزيزة مزدهرة آمنة مستقرة بفضل قيادتكم الرشيدة لمسيرتها المباركة، وأن يمدكم بعون من عنده تعالى، وأن يوفق سمو ولي عهدكم الأمين ليكون خير عون لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.